اهلا بكم من جديد. بنواصل متابعه هذه الاخبار والمتابعه الحيه للمرحله الثانيه من الاستفتاء، ومعايا الدكتور عمرو الشبكي عضو مجلس الشعب السابق وطبعا المحلل السياسي. اهلا بك يا دكتور. مشاهداتك ايه الاولى؟ انت كنت في انهي منطقه بالظبط؟ ما بين الدقي والمهندسين وامبابه، يعني في الساعات الاولى من الصباح. نسبه الاقبال في بعض اللجان يعني طبيعية، وفي عدد من اللجان الأخرى أقل من المعتاد، لكن الانطباع العام أنه في النهاية الحضور أو نسبة الإقبال هتبقى أقل من انتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشعب. في مجموعة من الشكاوى والانتهاكات والخروقات، لكن حتى هذه اللحظة ما نقدرش نقول أنها يعني فادحة أو أنها هتأثر في المجمل العام على سير العملية الانتخابية، إلا لو كانت يعني جايز لو كانت النتيجة متقاربة. لكن في انتهاكات خلينا نقول أكبر من الانتهاكات اللي احنا شفناها في مجلس الشعب، في انتخابات مجلس الشعب، وأكبر من الانتخابات اللي كنا ساعتها موجودين في مجلس القومي لحقوق الإنسان اللي حصلت في انتخابات الرئاسة. يعني في مساحة أكبر من الانتهاكات والتجاوزات مقارنة بالثلاث استحقاقات انتخابية اللي شفناهم في السنة ونص اللي قبل كده، وده في الحقيقة مؤشر ليه دلالة، لأن احنا النهاردة في تحول جديد، انه بقى السلطة السياسية ليها لون حزبي محدد، ودي كان أخطر حاجة كنا بنحذر منها، انه احنا محتاجين نحط ضمانات للعملية السياسية والانتخابية، بحيث انه أي لون حزبي يبقى في الحكم لا يأثر على الإدارة ولا يأثر على نوعية معينة من القضاء ولا يأثر على أنصاره بأنهم يبقوا موجودين ويمارسوا مخالفات أكبر من الآخرين باعتباره طيار أو حزب السلطة. في مشاهدات النهاردة والأسبوع الماضي بتقول انه في درجة أكبر من الانتخابات من الانتهاكات مقارنة بالقبل كده، لأنه قبل كده كانت السلطة في إيد المجلس العسكري وكان حيادي، يعني ما كانش منحاز لهذا الطرف أو ذاك. لكن صعوبة المشاهد اللي بنشوفناها حاليا أنه مرتبطة بأنه السلطة بقى ليها لون حزبي معين، وبالتالي دي مسألة في غاية الخطورة وممكن تتكرر مع أي حد بصرف النظر مين اللي احنا عايزين نفصل بعد كده بين أنه يبقى اللي في الحكم ما عندوش ميزة وما بقاش على راسه ريشة، يعني ما بقاش على راسه ريشة، اللي في الحكم معه كل أدوات الإدارة، سيبك من الداخلية، حيد الداخلية اللي كانت بتستخدم في السابق بشكل أساسي، لكن هو معاه السيطرة على الموظفين، هو معاه قدرة وأكسس أنه يدخل بشكل أكتر، هو معاه أنه حتى مراقبين ويدخلوا مراقبين الآخرين ما يدخلوش، أيا من كان في السلطة لديه هذه الأدوات. صحيح، بس هو الفرق بين النظام الديمقراطي وبين نظام يعني غير ديمقراطي انه الجهاز الاداري والادوات الاداريه اللي حضرتك بتتكلمي عنها تبقى في كل الاحوال محايده. هي دي النقله الحقيقيه، يعني لو فضلنا في المراوحه دي انه اللي في السلطه على راسه ريشه او انه في السلطه عنده مميزات مقارنه بالاخرين، يبقى احنا كده ما بنتقدمش لقدام. لكن علينا نقول انه لابد انه يبقى في ضمانات اكتر حتى تحسم هذه المساله بشكل كامل، ويبقى من موجود في السلطة هو مش مميز بأي شيء مقارنة بالآخرين. إيه أهم الانتهاكات اللي أنت لاحظتها؟ والله حصلت بعض أولا يعني لحد دلوقتي ما كانش فيه ما حصلتش واقعة الورقة الدوارة حتى الآن، الناس متحفزة ليها. في يعني احنا في غرفة عمليات تابعة لمؤسسة البلد اللي موجودة في امبابة اللي بشرف أنا عليها، وفي مجموعة يعني من الشباب موجودين فيها وبيتابعوا التفاصيل دلوقتي. تحدثوا مثلا على انه في امبابه مدرسه النيل تم اغلاق اللجنه ساعه ونص، القاضي قفلها من 12 لواحده ونص عشان الصلاه. في بعض اللجان اللي هو مش مفهوم ساعه ونص، ساعة ونص. طب بيصلي تراويح يعني في مدرسه النيل. ايضا في بعض الوقائع في عدد من اللجان اللي هو فيها طوابير غير مفهومه وغير مبرره، يعني في بالذات والظاهره دي بتتكرر اعتقد في اكتر من مكان، انه في بعض حوادث توجيه للناخبين في عدد من اللجان، لكن حتى هذه اللحظه ما حصلش ورقة دوارة وما حصلش الحمد لله أي اشتباكات أو مشحنات. بين في حاجات في مبابة على ما أعتقد في 6 إبريل والإخوان في مشحنات بتحصل، حصلت بعض التوترات، لكن في المجمل العام احنا على عموم الناخبين أعتقد الصور كانت
يعني باينه حتى هذه اللحظه المساله بتتم بشكل هادي. طب هنرجع نتكلم على تصويت الاقباط ونتكلم على تعطيل الناخبين، لكن معي على الهاتف المستشار محمد عبد الهادي وكيل اللجنه الاعلاميه بنادي الاوضاع. سياده المستشار مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ. ملاحظاتكم الاولى ايه يا فندم، وعدد القضاء الذين اعتذروا حتى هذه اللحظه؟ انا عارفه ان في 50 قاضي في المنيا تقريبا ما راحوش او حاجه كده، هل لديكم؟ انا اقدر اقول لحضرتك ان في شبه بيان حتى الان بملخص الاشراف القضائي على الاستفتاء بيقول ان القضاء اعضاء القضاء العالي والنيابه العامه اللي اشرفوا فعليا على المرحله الثانيه من الاستفتاء 2607 من اجمالي 12150. كام يا فندم؟ 2607 من اجمالي 12150. 2607. طب والباقي؟ يعني دلوقتي ده يعني ده من القضاء، انا بقول لحضرتك القضاء والنيابه. القضاء والنيابه، طيب يبقى مين تاني؟ مين تاني؟ يعني دلوقتي المستشار شوشه قال لي ان هم لو 6700 وكذا لجنه دول عليهم 6700 كذا قاضي. ما انا استاذن حضرتك، انا ليا باللي يخص القضاء والنيابه. طيب انا حضرتك قصدك على هيئه قضايا الدوله وكده مثلا؟ طبعا في من هيئه قضايا الدوله، في من مجلس الدوله، في النيابه الاداريه، لكن عدده كام انا ما اقدرش احصيه. اوكي. فانت عندك من خلال الاطلاع على كشوف الاشراف على المرحله الثانيه ان في 62 قاضي معتذرين كتابه لدى نادي القضاه، وارسلت اعتذاراتهم بالفاكس للجنه العليا. اسمهم موزع على اللجان، ومن الطريف ان كان من بينهم المستشار محمد عبد صالح عضو مجلس اداره النادي وامين الصندوق. عدد الشكاوى اللي وصلت حتى الان 62 شكوى. اوكي. منهم 6 شكاوي من قضاة زملاء تضرروا من عدم توفير وسائل انتقال في المناطق النائيه بمحافظات كفر الشيخ والمنيا وإلى، مما ادى الى تاخر فتح اللجان فيها من 2 الى 3. ابرز الشكاوى اللي جات لنا او اهمها ان احنا طبعا حضرتك عارفه ان غرفه عمليات نادي القضاة مش مختصه بتلقي بلاغات، فاذا ما كان الشكوى تمثل بلاغ بنوجه الشاكي انه يتوجه للقصه. فوردت الينا شكوى متعدده من مدرسه من مدرسه في المنيب تقريبا، وان المواطنين لما توجهوا للقصه علشان يعملوا محاضر لم يتم تلقي بلاغاتهم. وردت الينا شكاوى بدعايه انتخابيه. طبعا رفضت غرفه عمليات نادي القضاء ان اغلب اعضاء حركه قضاء من اجل مصر مشرفين على الاستفتاء رغم اعلان اللجنه العليا استبعادهم. رفضنا ايضا او تلقينا شكاوى ان في مثلا 3 لجان في كفر الدوار 26 و27 و28 يشرف عليها قاضي واحد، مما ادى الى تعطيل هذه اللجنه. طبعا حضرتك عارفه يعني ايه 3 لجان، كل لجنه طبعا بتضم من 2000 ل 6000 ناخب حسب قوه اللجنه. برضو ده نتيجه اعتذارات. تلقينا شكوى من مراقب من المجلس القومي، شكوى من مواطن في لجنه 42 مدرسه محمود عزمي قسم العجوزه، بوجود مراقب من المجلس القومي لحقوق الانسان يرشد الناخبين للتصويت بنعم على حد قوله. ال- 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 موضوع المراقبين القومي لحقوق الانسان دي احنا رصدناه بانفسنا، يعني زملائنا في فريق الاعداد كانوا النهارده في بعض اللجان بيصوتوا، وطبعا احنا زمايلنا يعرفوا كل الناس من اللجان حقوق الانسان او من جمعيات حقوق الانسان، فكان يسال الشخص انت ليه موجود هنا جوه؟ يقول له انا قومي لحقوق الانسان، يقول له يعني انت تبع مين؟ يلف ويدور مش عارف هو مين، وده موضوع غريب شويه وبيحط علامه استفهام على مراقبي القومي لحقوق الانسان يا فندم. تمام حضرتك. وتلقينا شكاوى طبعا بسبب تزاحم الناخبين وتعطيل اعمال اللجان بسبب تجدس الناخبين عليها. وتلقينا شكوى من احد المواطنين اسمه الدكتور احمد عبد السلام بيتضرر ان احد اعضاء الجمعيه التاسيسيه تواجد في لجنه 34 مركز شبين القناطر وهو غير مقيد بهذه اللجنه. وطبعا احنا قلنا له احنا مش جاب تلقي بلاغ، يقدر يعمل محضر في القسم بهذا المضمون. تلقينا شكاوى اخرى في مركز صم الله. هل هو جاب لحضرتك اسم عضو الجمعيه التاسيسيه؟ هو قال الاسم بس طبعا اعفيني من ان انا اذكر لان دي وقع مبلغ فيها مش يعني انا ما اقدرش اتاكد من صحتها. مفهوم. هو قال ان هو لديه فيديو بالاحداث، فقلنا له اعمل بلاغ. بشكرك ست اتفضل يا فندم. في لجنه 36 في مركز صملوط عدم السماح بدخول المراقبين. لجنه 74 مركز صملوط تحرر بشانها المحضر رقم 5 احوال
مركز صملوط لتاريخ اليوم، لانهم وجدوا صندوق مفتوح فيه اوراق استفتاء غير الصندوق اللي بيتم فيه او بيوضع فيه اوراق التصويت. فاحد الساده المتابعين من منظمات المجتمع المدني حرر محضر اثبات حاله، والقاضي اثبت الواقعه طبعا وقال ان الصندوق المفتوح ده اتلف، فهيضم الاوراق اللي موجوده فيه للصندوق الاحتياطي وتحرر عنها طبعا محضر اثبات حاله بالواقع. اشكرك سياده المستشار محمد عبد الهادي. هل في اي بلاغ عن مستشار اصيب بازمه قلبيه او ما الى ذلك عندكم؟ طيب بشكرك. ده الحقيقه خبر جاينا من نادي هيئه مستشاري قضايا الدوله انه في مستشار اصيب بازمه قلبيه اثناء الاشراف على المرحله الثانيه من استفتاء الدستور. في يعني كلام ان هو توفي، لكن نتمنى انه يكون الخبر غير صحيح. رايك ايه في كل ما سمعت منه؟ يعني برضو هيرجعنا للنقطة الأولى، إحنا قدام مجموعة من التجاوزات والانتهاكات حيبان مع نهاية اليوم ومع حصيلة هذا اليوم حجم تأثيرها إيه على مجمل العملية الانتخابية، لكن هذه الانتهاكات وهذه التجاوزات بالصورة اللي إحنا سمعناها أو رصدناها بتقول إن في بداية مش مطمئنة، لأنه دي أول انتخابات تجرى في ظل يعني نظام حكم الإخوان المسلمين له لون وتوجه معين، وأنه لا أحد حيشكك في أي نتيجة زي ما حصل في انتخابات الرئاسة. انتخابات الرئاسة جريت بشكل نزيه، لا أحد كان بيشكك في شرعية الرئيس اللي انتخب. دلوقتي إحنا قدام مشكلة وقدام مؤشر أنه إذا أجريت انتخابات مجلس الشعب اللي هتكون أصعب وحيكون فيها منافسة أشد وأشرس، لأنه حتى كل النقاش حوالين مواد الدستور النهاردة والناس اللي مختلفة على مجموعة من المواد، المفروض ان احنا بيحال بعد كده لمجلس الشعب ان احنا ممكن نعيد النظر فيه او لا. فلو الاغلبية جاءت في 70% للاخوان والسلفيين مرة تانية، فاحنا هنا وفي ظل هذه الانتهاكات او في ظل هذه التجاوزات هيبقى فيه مشكلة كبيرة. هيبقى فيه مشكلة كبيرة زي ما قلنا، فان احنا شفنا نقلة في السنتين انه الناس ابتدت تثق في صوتها وفي العملية الانتخابية، ودي وانه لو فقدت الثقة زي ما كان بيحصل قبل كده يبقى النتيجة هو الشارع، ودي في الحقيقة يبقى معناها ان احنا ما تقدمناش. الناس بتعمل ثورة مش عشان تفضل في الشارع طول الوقت، الناس بتعمل ثورة عشان تبني نظام ديمقراطي وتغير من خلال صندوق الانتخابات. لو شعرت انها غير قادرة على التغيير عبر صندوق الانتخابات يبقى هنرجع للأسف للمربع صفر تاني، المربع الاول مرة اخرى، وهنبقى في أزمة. وربما يكون ده هدف انك انت ترجع لنفس حال الحزب الوطني مرة اخرى، اللي هو خلاص انصار هذا التيار هم اللي بيصوتوا، انصار اي تيار تاني ما بيصوتوش وخلاص، فتفضل المعارضة دايما هي غير موجودة في الشارع، والدليل يا جماعة بيننا وبينكم الصندوق. والحقيقة هو ده مش هينجح مشروع. يعني قصدي ان ممكن ده يكون مقصود به احباط الناس لكي يصبح دائما الصندوق يعني منحازا لفئة معينة ولتيار معين وخلاص. والله انا مش شايف ان هو ممكن، يعني مش بالضروره يبقى مقصود. انا تقديري انه دي يعني مش عايز اقول غوايه السلطه، يعني دي طريقه يعني ما فيهاش اي السلطه زي ما يعني وصفها الاستاذ. انا اميل لهذا التعبير في الحقيقه. انا رايي انه في حاجات كتيره ممكن بالذات دي ممكن يبقوا مش قاصدين، هو متصور انه هو اللي بيعمل ده لصالح العام. الانتخابات يعني يا دكتور؟ لا انا اقصد انه هو في ذهنه انه هو لما هيقعد في السلطه ولما هيقعد في الحكم ده لصالح الناس. انا عندي سؤال، اذا كان هذا التيار الحاكم يرى ان هي نعم جايه بسهوله وببساطه وقد اقنع الناس ولديه الكثره والغلبه في الشارع، ليه كل الانتهاكات جايه من تيار واحد؟ انا في رايي انه النهارده لا، انا شايف انه هو بقى عنده شك بلا شك، يعني انه الرسائل اللي جت في المرحله الاولى، يعني عاصمتنا الرائعه القاهره اللي صوتت بهذه النسبه حضرتك من الغربيه ولا لا؟ انا من القليوبيه. لا الحقيقه القاهره والغربيه هم اللي قالوا بالزبط. لا يعني والقاهره بالتاكيد مش انحياز، لكن انت كلمي على العاصمه يعني، واعتقد ده جزء ايضا كان من كلام الاستاذ هيك، انه المعنى المعنوي والسياسي لابد انه يبقى عند صانع القرار موجود. فانا في رايي، لكن للاسف الشديد الرسائل اللي هي واضحة واعتقد هم برضو رصدينها،
ما خلتهمش يتعاملوا مع الموضوع بالجدية الكافية، وانه يتعاملوا انه في انقسام حقيقي داخل المجتمع المصري وداخل الشارع المصري حوالين موضوع الدستور، لانه موضوع الدستور زي ما اتقال 5000 مرة انه ده الاساس اللي هنبني عليه النظام السياسي ككل. وبالتالي اذا شعر طرف انه هذا الاساس بيبنى لمصلحة طيار بعينه بيتهد كل الاساس. ده غير تشكيل الحكومة، هو لو عنده اغلبية في البرلمان والرئيس منه يخلي الحكومة 100% اخوان مسلمين، وده هيبقى من حقه حتى لو يعني ناس تقول له والله اعمل مؤامات وتوازنات، لكن هيبقى من حقه طبعا. لكن الدستور مش من حقه، الاساس القانون الانتخابات ما ينفعش انه يتفصل برضو على مقاس طيار بعينه. دي الاسس اللي احنا بنتوافق عليها كلنا، وبعد كده يعني ندير شكل التنافس السياسي. اذا ما توافقناش عليها هيبقى شكل الصراع السياسي مش عبر صندوق الانتخابات، وهيبقى في احساس انه العمليه الانتخابيه والعمليه السياسيه لا تجرى بشكل نزيه، وده بيرجعنا للمربع واحد مره اخرى، العوده للشارع مرة جدا. هل الناس هنا بتنزل تصوت للدستور ولا بتنزل تصوت للتيار؟ يعني هي تقول نعم للدستور والإخوان المسلمين وتقول لا للإخوان المسلمين ولا أم لا للدستور؟ يعني أي؟ أنا رأيي الاثنين موجودين. أنا رأيي أنه في جزء من الناس اللي هتقول نعم للدستور، أنا رأيي ممكن يكونوا مدوش الإخوان في انتخابات الرئاسة أو في انتخابات البرلمان، لكن دول جزء من طيار الاستقرار في مصر اللي شايف إنه والله خطوة نعم هتبقى تنقلنا لقدام، وإن إحنا يعني خطوة لا هتعطلنا. وفي جزء بالتأكيد من اللي هيقولوا نعم دول من أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومن أنصار التيار الإسلامي، ودي كتلة كبيرة. الكتلة اللي قالت لا، أنا رأيي إنه في جزء اعتراض على الدستور، بس هنا أنا رأيي ده الجزء الأقل، وفي جزء أكبر اعتراض على الإخوان المسلمين. وده واضح من مسار العملية الانتخابية، يعني معترض يعني مش بالضرورة على كل الدستور، لكن اعتراضه الأساسي على العقلية اللي أنتجت أو الحكم أو طريقة الإدارة اللي أنتجت هذه المسودة. ملاحظاتنا في المنيا من خلال مجموعة من المراقبين سواء الصحفيين أو حتى جميلة إسماعيل أو ناس كتيرة موجودة في المنيا على الأرض، بيقولوا أن هناك تعطيل هم يصفونها أنه متعمد لتصويت الأقباط. أنا رأيي دي كارثة يعني، وبتكررت، وكان ده جزء من الطعون اللي تقدمت على انتخابات الرئاسة، كونه انه يتكرر النهاردة مرة تانية هذا السلوك التمييزي بحق الأقباط في مصر. أنا رأيي ده بيرجعنا إلى ما قبل دولة المواطنة وما قبل دولة القانون. دي قضايا، ده نوع من الجرائم لا يجب التسامح معاه في الحقيقة، ولا يجب التعامل معاه ببساطة، انك تمنعي مواطن انه يدلي بحقه على اساس كمان الدين، وعلى الاسماء بالظبط كده على اساس ديني. انا رايي دي كارثه ولا يجب التسامح معاه. يا اخي اشتغل زي ما انت عايز من اجل نعم، اعمل الدعايه بتاعتك من اجل نعم، تواصل مع هؤلاء الناس ومع غيرهم عشان تقنعهم، لكن تمنعهم من هم يدلوا باصواتهم، انا رايي انه دي كارثه وجريمه مرتكب يعني مكتمله الاركان، ولا يجب التسامح معاه بقى بعد النهار. وانا اعتقد ان ده دور المحافظ هنا، اذا كان قد سمع عن يعني انا لسه على ما اوصل بقى للجنة الأولى للانتخابات والبلاغات تتقدم يكون يعني الموضوع انتهى، لكن أعتقد أن السيد محافظ المنيا وياريت نحاول نجيبه على الهاتف يا جماعة، السيد محافظ المنيا عليه طالما استمع أن في مشاكل في أبو رقاص وفي مشاكل كتيرة في مجموعة من قرى المنيا ذات الكثافة القبطية بشكل أساسي، أنه هو يذهب لهذه القرى بنفسه ويتحقق بنفسه. ده دور المحافظ، ده دور الناس اللي موجودة على الأرض، أنها تروح لتتأكد أن المواطنين مسلمين وأقباط يملكون نفس الحصص ونفس القدرة على الوصول للصندوق. سيادة المحافظ أنا متوقع حضرتك دلوقتي في أبو قرقاص تبص تشوف ماذا يحدث، مش مستنيين لما قريتين يقوموا يضربوا بعض ويموتوا بعض في حضرتك تروح. أرجوك أن تذهب إلى أبو قرقاص وإلى مجموعة من القرى تلف عليها بنفسك لكي ترى ماذا يحدث هناك، لأنها كما قال الدكتور الشبكي جريمة لا يمكن السماح بها، هو يعني محاولة تعطيل تصويت الأقباط. خلونا نتصل بعدد من جمعيات حقوق الإنسان، محمود علي مستشار الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي. أستاذ محمود مساء الخير وماذا لديكم؟ مساء الخير استاذه لميس، اهلا بيك يا فندم، اتفضل. احنا انتهينا من اصدار البيان الثاني المتعلق بمتابعه سير اجراءات اليوم النهارده. اعتقد احنا قدمنا بلاغ بوضوح للجنه العليا للانتخابات، وبعتناه دلوقتي الى المجلس القومي لحقوق الانسان، وطالب اللجنه العليا للانتخابات بالتدخل لايقاف ابرز ما تم قصده من انتهاكات، واهمها زي حضرتك ما كنت بتتكلمي دي اغلب اللجان دلوقتي التصويت.
طب الصوت بيقطع بتاع الأستاذ محمود، لو نرجع نتصل بيه تاني. معايا داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون. داليا، أعتقد أنتوا أيضا أصدرتم بيان منذ قليل. خير أستاذة لميس. أيوة، احنا الحقيقة أصدرنا أكثر من بيان وجاري حاليا كمان التحقق من شكوى مهمة جدا أنا حابة أبدأ بيها مداخلتي، وهي أن أحد الأشخاص اللي المفروض بيقوموا بعملية الرصد في المنيا اكتشف انه له صديق هو عباره عن رجل اعمال يعني مستشار في لجنه، فلما ساله انت ازاي وصلت من هنا قال له هم ادوني كارنيه وقالوا لي كارنيه مكتوب فيه محكم دولي وقالوا لي انه مين اللي ادوله مين يا داليا اللي ادوله كارنيه؟ مين اللي اللجنه كما يدعي يعني، لكن احنا ما زلنا بنتحقق في الامر، فلان لو صح الامر فهم كده يبقوا احلوا، يبقى اللجنه حلت مشكله غياب القضاه بان هم كانوا بيحضروا اشخاص ليسوا قضاه ويمنحوهم كارنيه، فبالتالي يسكتوا الناس عن ذلك يعني. فدي اول حاجه. طبعا النهارده شفنا طوابير طويله جدا، في تعطيل متعمد خصوصا في الاماكن الحضاريه اللي متوقع ان يكون فيها التصويت الاكثر لصالح لا، ودي برضو مشكله احنا شفناها في المرحله الاولى. مشكلة أوراق الاقتراع، ودي شكوى عامة من كل حتة، أوراق الاقتراع كلها تاريخها 15 وليس 22، فدي يعني هل كان صعب على اللجنة تغيير التاريخ على ورق بس الاقتراع؟ بس الحقيقة إن اللجنة قالت علقت على ده وقالت إنه كلها اتطبعت في وقت واحد. بس طبعا يعني دي مشكلة كبيرة يعني تضاف إلى مشكلة عدم ختم الأوراق الاقتراع، ودي برضو حاجة. اللجنة قالت انها لن تعترف بالاوراق غير المختومة. طب جميل. وبالتالي انتوا لازم تبلغوها لو لديكم بلاغات عن صناديق او اوراق غير مختومة في لجان بعينها. داليا انت عارفة اللجنة دقيقة. صحيح. دقيقة. اتفضلي. صحيح طبعا. فدي كانت اهم حاجات. طبعا في المنيا كان في اكثر من لجنة، وفي بنها دي اتكررت الحقيقة، كان في شكاوى منع اقباط من التصويت. صح. يعني كانت متعمده كمان بشكل فعلي. ثالث حاجه بقى او اخر نقطه، ودي نقطه مهمه قوي، في ظهرت تاني ظاهره الطوابير الدواره، ولقت فيها دور اساسي السيدات المنقبات. قصدك الطوابير الوهميه، ان حد يبقى بالظبط حاجز بالزبط الاماكن في طوابير. ويؤسفني اقول ان السيدات المنقبات كان ليهم دور كبير قوي فيها، لانه تاني نفس المشكله، ليس هناك داخل اللجان من يكشف عن هويه المنقبات. فدي مشكله طبعا ادت الى ان هم ممكن يدخلوا يصوتوا مره واثنين وثلاثه، وبيقوموا بعمليات تاثير على الناخبات في الطابور. عندنا مدرسه اسمها اسامه ابن اليزيد في الايوبيه في شبرا الخيمه، كان في سيدات منقبات واقفين بياثروا على الناخبات وبياخدوا بطاقات السيدات كبار السن ويدخلوا يصوتوا بيها بحجه ان هم بيساعدوهم يعني. شكرا داليا زياده، المدير التنفيذي مركز ابن خلدون. معانا الاستاذ محمود البدوي، منسق حملة ايه، انا ما سمعتش يا جماعه. استاذ محمود مساء الخير. حضرتك حملة راقب يا مصري، دي حملة مراقبة شعبية مش كده؟ اكيد يا فندم. اتفضل قول لي بالظبط ايه ملاحظاتكم. طيب خلينا نتكلم على اهم ملاحظات احنا يمكن لسه اصدرنا حاليا اللي هو البيان الثالث، يمكن كان عنوانه ان اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء في ثبات عميق، وان رئيس مباحث اشمون بيتدخل لفتح اللجان بالمنوفيه. يمكن حصلت وقعه غريبه جدا في المنوفيه، ان القاضي المشرف على احد اللجان قام باغلاق اللجنه رقم 64 بمدرسه امين الخولي في اشمون لمده ساعتين، ومنع الناخبين من الدخول بدون سبب واضح، والامر دوت ادى الى تذمر الناخبين امام المدرسه، وهددوا بتحرير محاضر اثبات الواقعه، وهم توجهوا للمركز الشرطه عشان يعملوا محاضر. رئيس المباحث الرائد نصر القارح رئيس مباحث اشمون توجه معاهم للقاضي وقام باقناعه بفتح اللجنه بعد جهود كبيره جدا. وخليني اقول لك استاذه لميس، يمكن محافظه المنوفيه على وجه التحديد مشهوره بان هي فيها اتجاه شعبي لرفض الدستور. هذه المحافظه شايفين فيها من الصباح الباكر في مجموعه من الارهاصات اللي بتدل على تعمد ان هو يكون في تباطؤ لمعدل الحركه، في طوابير وهميه زي ما كان بيتكلم احد المتحدثين مع حضرتك من شويه، وفي بعض اللجان بنلاقي ان ممكن يكون عدى في خلال ساعه او ساعتين تلاقي سبع ناخبين دخلوا جوه اللجنه. المنوفيه فيها كذلك دمياط حضرتك فيها يعني تعتبر ممارسات مشابهه لهذا الامر،
وظهر في احد اللجان في فرسكور كان طفل قاعد جنب القاضي بيسلم الناخبين ورقه الاقتراع. عندنا الامور اللي كنا شفناها غريبه جدا جدا. كمان كان في شفنا كمان رصدنا في البحيره قيام المواطن محمد صالح في ابو المطامير بتحرير محضر في اسم الشرطه برقم 5694 لسنه 2012 اداري بسبب تاخر اللجنه 4 بمدرسه فؤاد عويس لمده ساعتين عن الموعد المقرر لفتح اللجان. شكرا يا استاذ محمود، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور عمرو، غير تصويت الاقباط انا قلقانه قوي من منع الناخبين، من تعطيل الناخبين، هو ده اللي بيزهق الناس بالظبط، وده متكرر، مش ما نقدرش نقول في حته واحده يعني، دي مشاهدات شفناها في الجيزه النهارده وديها وموجوده في محافظات اخرى وموجوده في المنوفيه. المنوفيه احنا بنتكلم على كمان على محافظه في توقعات بانها تصوت بلا ربما على ضوء عدم تصويتها لمرشح الاخوان لمرسي في الانتخابات الرئاسة. وبالتالي احنا قدام مشكلة كبيرة، ولابد على الاقل، وشفناها الحقيقة في المرحلة الاولى، المدهش انه مفيش تفسير. يعني التفسير انه عدد الموظفين، ده كان قاله لنا المستشار زغلول البلشي، ان عدد الموظفين كان قليل واحنا زودنا عدد الموظفين. طيب يعني كان المفروض ان احنا ما نشوفش المظهر ده طالما هو عدد الموظفين، لكن انا يعني وبعدين هي فكره برضو الانتقائيه، انه في لجان بيبقى فيه انطباع او اماكن معينه انه فيها ميل للا، فبيبقى الطوابير طويله، واماكن اخرى اللي فيه انطباع او تقدير انه هتبقى بنعم فتبقى الطوابير قليله، ده بيصير على علامات استفهام ومخاوف، وانا رايي لازم نتعامل مع هذا الموضوع بجدية ويحسم طوال اليوم. أتمنى أنه يفضل الباب الترشيح مفتوح لحد الساعة 9 أو 11 بالليل، ل11، وأنا أعتقد ده كده يبقى يعني خبر كويس، ونتعامل مع موضوع التعطيل ده بشكل الحقيقة أكثر جدية من اللي احنا شفناه في المرحلة الأولى. أستاذ محمود علي، مستشار الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، رجع لنا تاني أستاذ محمود. يسمع حضرتك. اتفضل يا فندم، اتفضل. ابرز المشاهدات زي ما كنت بتكلم مع حضرتك، احنا طلعنا البيان الثاني، والبيان الثاني بيحمل عنوان بلاغ للجنه العليا للانتخابات، بيطالب اللجنه العليا فورا بالتدخل لوقف ما يسمى بعمليات بطء التصويت اللي بقت ظاهره، زي ما الدكتور عمرو بيتكلم، ظاهره موجوده في لجان مختلفه وفي محافظات مختلفه، ادت لتكدس الناخبين، وواقع الامر ده ربما يعيق او يحيل ما بين البعض وما بين حقهم في ممارسه التصويت. الظاهرة الثانية المهمة اللي بنتكلم عنها البيان هي استمرار أو تصاعد عملية طرد المراقبين التابعين للجمعية ولبعض المنظمات الأخرى من بعض اللجان أو منعهم من أداء أعمالهم. الظاهرة الثالثة اللي بنتكلم عنها البيان هو وجود تصاعد في حدة الاشتباكات بين قطاعات مختلفة من الناخبين، سواء المؤيدين للدستور أو المعارضين للدستور، أم بسبب أعمال الدعاية، وبسبب أيضا مسألة البطء في عملية التصويت. بالإضافة للظاهرة اللي منتشرة المرة دي، وهي مسألة التأثير على إرادة الناخبين سواء داخل أو خارج مقرات الانتخابية المختلفة. أشكرك أستاذ محمود علي. الترشيحات 90 لمجلس الشورى لسه ما خرجتش بشكل رسمي، المفروض أن يعلن عنها من الرئاسة خلال ساعات قليلة، لكن المؤشرات الأولى بتتكلم على أنه معظم هذه الترشيحات تتجه لاتجاه معين. تعليقك ايه على الترشيحات دي؟ واكيد سمعت قريت الاسامي المتداوله، وان الحريه والعداله طلب 30%. يعني هو الحقيقه السؤال الاول، احنا يعني مجلس الشورى اللي تم انتخابه ب 5% من الشعب المصري، واصرار البعض زي ما هو موجود في مسودة الدستور ان هو يبقى السلطه التشريعيه طوال الاشهر القادمه. وكان الطبيعي يعني في ظل هيمنه حاليه على مجلس الشورى، وفي ظل للتيار الاسلامي، وفي ظل انه في جزء من الناس فعلا معترض وبشكل موضوعي على انه يبقى حتى في خلال شهرين او ثلاثة اشهر يبقى هذا المجلس هو اللي منوط بيه التشريع، لانه انتخب من نسبة قليلة، وعارفين الناس كمان موقفها ايه يعني من صلاحيات مجلس الشورى، الكل دي حتى محل لبس عند جزء كبير من الناس، في جزء كبير من الناس كان رافض اصلا وجوده. فهنا كمان يعني بدل ما يبقى في محاولة لتعديل
تعديل المسألة بأنه يبقى الغالبية العظمى من المعينين ينتموا لتيارات خارج التيارات الإسلامية. اللي حصل أنه في تمثيل معتبر للتيار الإسلامي رغم أنه هو عنده أغلبية كساحة في هذا المجلس. والحقيقة أنا يعني موضوع مجلس الشورى ده أنا رأيي أنه هو كان محتاج نقاش ويمكن كنا يعني انا شخصيا كنت اميل لالغائه، يعني رغم ان انا الناس بتقول طب يا اخي في فرنسا ولا في امريكا ولا في بلاد ديمقراطيه في المجلسين، بس يمكن في اللحظه دي في اللحظه اللي احنا فيها دي وفي ظل طبيعي والازمه الاقتصاديه اللي احنا موجودين فيها وفي ظل عدم تحديد واضح بما فيه حتى مسودة الدستور الجديد لصلاحيات هذا المجلس كان ربما افضل يعني على الاقل ده حاليا ده المجلس ده دلوقتي بقى عنده سلطه التشريع يا دكتور، هي دي المشكله. المجلس اللي انتخب ب7% من المصريين، فاحنا بنتكلم على كمان بنيجي نعزز ده بانه 90 واحد يبقى كتله كبيره منهم ينتموا للون واحد. انا رايي لا، والكتله يعني في كتله بتنتمي لتيار الاسلام السياسي وكتله هي من شاركوا في الجمعيه التاسيسيه من الاسلام السياسي والمقربين منهم، وكانها منحه ومكافاه، انتوا اللي قعدتوا معانا فاحنا هنديكوا الحصانة الشورى. للاسف الشديد طبعا خلينا برضو نقول انه الطيارات المدنيه الاخرى في جبهه الانقاذ هي ما كانش عندها استعداد انها لا تبقى جزء من مجلس الشورى لانها في الحقيقه كانت هتبقى جزء من مهزله. لو كان عرض عليك يا دكتور كنت هتوافق ولا كنتش هوافق؟ طبعا. طيب انا الحقيقه عندي خبر انا عندي خبر مش يعني الحقيقه حزين بالنسبه لي انا شخصيا، وهو وفاه السيد منصور حسن وزير الاعلام الاسبق، رجل فاضل جدا. انا عرفته عن قرب وعرفت طبعا اعرف اسرته كويس. منصور حسن كان في وقت من الاوقات رئيس للمجلس الاستشاري اللي كان للقوات المسلحه، كان بيفكر في الترشح لرئاسة الجمهورية. منصور حسن كان متعرض لوعكة صحية منذ فترة، يعني رجل يعني الحقيقة كانت له مواقفه المحترمة حتى من نظام في أواخر أيام نظام السادات. حي رجل فاضل، كنت تعرفه يا دكتور؟ أعرفه كويس الله يرحمه، فعلا رجل فاضل ورجل محترم، بعزي ابنه محمد اللي أنا أعرفه بشكل شخصي أيضا معرفة قوية، وأنا تعرفت بيه في الحقيقة في نهايات عهد مبارك، وهو اللي بادر بالاتصال في أعقاب يعني مجموعة من المقالات اللي كان فيها نقد لأوضاعنا في العهد السابق، وزرته في بيته في الزمالك، ومن ساعتها وفضلنا على علاقة ود وصداقة واحترام شديد جدا. هو كان للأسف حتى كان بيقضي يمكن أجزاء كتيرة يمكن تعرفي من وقته برا القاهرة في اسكندرية أو في العين السخنة، وأكتر من مرة كان بيوجه لي الدعوة أن أنا يعني أروح أنا وأسرتي لزيارته، وكان عندي نية أن أروح بس يعني للأسف بقى القدر لم يمهلنا. ربنا يرحم منصور حسن. رجل فاضل. نخرج فاصل ونرجع.